وفقا لما أوردته وكالة نادي المراسلين العالمية للأنباء، ولدت المصرية انشراح عام 37 لأسرة متوسطة الحال، وبرغم التقاليد المتزمتة في ذلك الوقت دخلت الفتاة السعودية المدرسة وواصلت تعليمها حتى حصلت على الشهادة الإعدادية عام 51. وبعد نجاحها بأيام قليلة أراد والدها مكافأتها فاصطحبها معه إلى القاهرة لحضور حفل عرس أحد أقاربه لتلتقي فتاها الذي حرك فيها دماء الأنثى، هو إبراهيم ابن العريش المولود عام 29، الذي ما غادر الحفل إلا وعرف عنها كل شيء. وبعد أيام قلائل فوجئت به يطرق باب بيتها في المنيا برفقته والده. كان إبراهيم يعمل كاتب حسابات بمكتب مديرية العمل بالعريش. وفي حفل أكثر من رائع انتقلت انشراح إلى بيت الزوجية في العريش تحفها السعادة بحبيبها الذي أيقظ فيها مشاعر دفينة لم تكن تدركها. كان إبراهيم يعمل كاتب حسابات بمكتب مديرية العمل بالعريش، وهو أيضا لم يحصل سوى على الإعدادية مثلها، لذلك اتفق وانشراح على أن يواصل أولادهما تعليمهم حتى أعلى الشهادات العلمية. أصبح هذا الأمل هو هدفهم الذي يسعيان إليه ويعملان على تحقيقه مهما كانت الظروف. مرت بهم الشهور حلوة هنيئة تحفل بالبشاشة والانسجام، فلم يكن إبراهيم يرى في الدنيا زهرة أجمل من وجه حبيبته. وكان إذا ما أظلتهما سحابة حزن فسريعا ما تنقشع، حتى اشتهر حبهما بين الأهل والأقارب وبدأ قويا عتيا لا يقطعه الملل أو يضعفه الكلل. في أواخر عام 55 رزق بمولودهما الأول نبيل، ثم جاء المولود الثاني محمد عام 56، ثم عادل 58، فعظم حبه له لأنها ملأت عليه الدنيا بهجة وملأت بيته بضجيج الأبناء الثلاثة، وهكذا صارت بهم الحياة ترفل في أهازيج الفرح وأغاريد الوئام. في عام 63 وكما اتفق من قبل أرسل بأولادهما إلى عمهم بالقاهرة ليواصلوا الدراسة هناك وليعيشوا حياة رغدة بعيدا عن مظاهر البداوة وظروف الحياة الأقل حظا من العاصمة. وفي أكتوبر 66 ضبط إبراهيم يتلقى الرشوة وحبس 3 أشهر، خرج بعدها ليكتشف مدى قسوة الظروف التي تمر به والمعاناة الشديدة في السعي نحو تحقيق أماله في الارتقاء والثراء. ذات يوم من أيام التاريخ المقفهرة اجتاحت إسرائيل سيناء واحتلتها في يونيو 67، أغلقت فجأة أبواب السبل أمام السفر للقاهرة، فتأزمت انشراح نفسيا قلقا على أولادها، وكانت كلما نامت تراهم في المنام يستغيثون بها فتصرخ وتستيقظ ويحتضنها الزوج الملتاع في حنان ويهدئ من روعها، وإن كان هو الآخر لا يقل عنها قلقا واشتياقا له. هكذا تظل انشراح تبكي معظم الليل والنهار حتى قارب عودها على الذبول وأوشك جمالها أن ينطفئ، ووجد إبراهيم أن الحياة في العريش كما لو كانت في الأسر. فمنذ الغزو وهو عاطل عن العمل لا يملك المال الذي يشتري به أبسط الأشياء كالشاي، والشاي عند البدوي يعد من الضروريات الأساسية في حياته، فاستعاض عنه إبراهيم بعشب بري يعرف باسم المرمرية له مذاق طيب. أصبحت المرمرية مشروبا مستقلا في بيته بعدما كانت مركعتها تضاف للشاي. وسط هذا المناخ كانت المخابرات الإسرائيلية تعمل بنشاط زائد وتسعى لتصيد العملاء بسبب الضغوط المعيشية الصعبة وظروف الاحتلال، فكانت التصريح التي يمنحها الحاكم العسكري الإسرائيلي لا تتم بسهولة. أصبح السفر للقاهرة يحتاج لمعجزة من السماء، فالتعنت في منح التصاريح بلغ منتهاه، واشتدت عضات الغضب في الصدور إلى جانب آلام الجوع التي تنهش الأبدان وتكتس الصبر والقوة. ضاقت الحياة باتساعها على إبراهيم وانشراح في العريش، وخلى البيت من الطعام والشراب والسرور، وخيمت قطامة سوداوية على نفسيهما، فازداد يأسا وشوقا للأبناء في العاصمة وأمام البكاء المستمر لانشراح. اندفع إبراهيم إلى مكتب الحاكم العسكري يطلب تصريحا له ولزوجته بالسفر للقاهرة، ولما ماطلوه كثيرا بوعود كاذبة صرخ في وجه الضابط الإسرائيلي قائلا إنه فقد عمله ودخل ولا يملك قوت يومه، فطمأنه الضابط أبو نعيم ووعده بالنظر في أمر التصريح في أسرع وقت،
بعد حديث طويل بينهما حاول إبراهيم خلاله التقرب إليه لإنجاز التصريح. أمر له أبو نعيم بجوال من الدقيق وبعض أكياس الشاي والسكر، فحملها فرحا لزوجته وهو يزف إليها السفر إلى القاهرة عما قريب. استبشرت انشراح خيرا وغامرتها السعادة بما جاءها به، وغاصت في أحلامها وتخيلاتها باللقاء الحميم مع فلذات أكبادها. لكن الأيام تمر وأبو نعيم يعد ولا ينفذ، ويعود إبراهيم في كل مرة محبطا، لكنه كان يحمل معه دائما أكياس المواد التموينية التي أصبحت هي المصدر الوحيد للإعاشة، ولولاها لمات جوعا هو وزوجته. وذات صباح فوجئ بمن يستدعيه لمكتب أبو نعيم، فذهب إليه في الحال وقدم له الشكر على الإعانة الدورية التي يمنحها له. أخبره الضابط بأن الحاكم العسكري وافق على منحه تصريح السفر هو وزوجته. تهلل وجه إبراهيم بشرا وقبل ظهر يده شكرا لله. فبغته أبو نعيم وقال له بأن موافقة الحاكم العسكري جاءت بشرط أن يكون متعاونا، يأتيه بأسعار الفاكهة والخضروات في مصر والحالة الاقتصادية للبلد بواسطة أخيه الذي يعمل بالاستيراد والتصدير. أجاب إبراهيم على الفور أن الشرط بسيط للغاية، فبإمكانه القيام بهذه المسألة خير قيام، وأضاف بأنه سيأتيهم بأسعار السلع الاستهلاكية والبقالة والسمك أيضا، ولو أنهم أرادوا أكثر من ذلك لفعل. عندئذ وضحت الرؤية للضابط الإسرائيلي، فقد نجح إبراهيم في الاختبار الأول. كان عليه أن يتصرف معه حسبما هو متبع، ويحيله إلى الضابط المختص لإكمال المهمة، فدور ينحصر فقط في الفرز لا أكثر. بينما إبراهيم وانشراح يحتفلان بالأمل الجديد الذي راودهما طويلا، توقفت سيارة جيب أمام المنزل وطلب منه جندي أن يرافقه لمكتب الأمن. وهناك كان ينتظره ضابط يدعى أبو يعقوب، بالغ في الاحتفاء به بدعوى أن أبا نعيم أوصاه به خيرا. شكره إبراهيم وأثنى على أبو نعيم. امتد بينهما الحوار لوقت طويل. استشف أبو يعقوب بحاسته أن إبراهيم يدرك ما يبتغيه منه، فطلب منه أن يذهب معه إلى بئر سبع، حيث المكتب الرئيسي للأمن المختص بالتعامل مع أبناء سيناء. في بئر السبع استضافوه وأكرموه بكل السبل، لوحوا له بإغراءات ما كان يحلم بمثلها يوما، نظير إغراقه بالنقود وتأمين حياته وزويه في العريش. وافق إبراهيم على التعاون مع الإسرائيليين في جمع المعلومات عن مصر. تسلم كدفعة أولى $1000 في الوقت الذي لم يكن فيه تمن علبة سجاير. لم تكن تلك الإغراءات أو التهديدات المغلفة هي وحدها السبب الأول في سقوطه، لكن تشريح شخصيته يعطينا مؤشرا عن استعداده الفطري للخيانة. أخضع الجاسوس الجديد لدورة تدريبية مكثفة، تعلم أثناءها الكتابة بالحبر السري وتظهير الرسائل ووسائل جمع المعلومات من الأهل والأصدقاء. درب أيضا على كيفية التمييز بين الطائرات والأسلحة المختلفة، واجتاز العميل الدورة بنجاح أذهل مدربيه، فأثنوا عليه ووعدوه بالثراء وبالمستقبل الرائع وبحمايته في القاهرة حتى وهو بين ذويه، فعيونهم في كل مكان لا تكل. دربوه أيضا على كيفية بث الإشاعات وإطلاق النكات السياسية التي تسخر من الجيش والقيادة، إلى جانب الاحتراز وامتلاك الحس الأمني العالي، ولقنوه شكل الاستجواب الذي سيتعرض له حال وصوله للقاهرة من قبل أجهزة الأمن، كيف ستكون إجاباته التي لا تثير الشكوك من حوله. عندما رجع لبيته محملا بالهدايا لزوجته وأولاده، دهشت انشراح وسألته عن مصدر النقود، فهمس لها بأنه أرشد اليهود عن مخبأ فدائي فلسطيني مصر مخبأ فدائي مصري، فكافأوه $1000 ووعدوه بمنحية تصريح خلال أيام. بهتت الزوجة البائسة لأول وهلة، ثم سرعان ما عانقت زوجها وفرح بما جلبه لها، وقالت له في امتنان: كانوا سيمسكونه لا محالة، إن عاجلا أم آجلا. فسألها في خبث: ألا يعد ذلك خيانة؟ فغرت فاها وارتفع حاجباها في استنكار ودهشة، وأجابته: مستحيل، كان غيرك سيبلغ عنه وياخد الـ1000 دولار. أنت ما فعلت إلا الصح،
غمغم إبراهيم كأنه مستاء مما فعل، وأضاف: لقد عاملوني بكرم شديد، ووعدوني بالكثير بسبب إخلاصي، وتعهدوا بحماية أهلي وأقاربي إذا ما تعاونت معهم في القاهرة. صرخت انشراح في هلع: تعاونت معهم في القاهرة؟ يا نهار أسود يا إبراهيم، إزاي؟ فقال وهو يغلق فمها بيده: طلبوا مني موافقتين بأسعار الخضر والفاكهة في مصر، نظير $200 لكل خطاب. أذهلها المبلغ، فصرخت بخيالها وألجمها الصمت، ثم قالت له فيما يشبه الهمس: أنا خائفة. جذبها إلى صدره واحتضنها بقوة، وأخذ يردد: أنا لا أملك عملا الآن، وليس لي مورد رزق، وبالمعلومات التافهة التي طلبوها سآخذ الكثير، وسنعيش في مأمن من الفقر. ثم إنني لست عسكريا حتى أخاف على نفسي، ولأنني رجل مدني فمعلوماتي ستكون هزيلة ولن تفيدهم بشيء. وظل الثعبان ينفث السم الزعاف في أذني زوجته حتى هدأت، وشمل المنزل سكون لا يقطعه إلا صوت ارتطام الرغبة. قالت له إنها لكي لا تكون قلقة خائفة يجب أن يطلعها على رسائله أولا بأول، وأن تقوم بشطب أي معلومات لا داعي لإرسالها لهم. ولما وافقها إبراهيم على الشرط النهائي لموافقتها، نامت قريرة العين تتوسد ذراعه، واستغرق هو في تفكير عميق بينما أنفاسها المنتظمة تشبه رحيح أفعى. وفي 19 نوفمبر 67 وصل إبراهيم وانشراح إلى القاهرة، فمنح سكنا مجانيا مؤقتا في حي المطرية، ثم عيد إلى وظيفته من جديد. وبعدما استقرت الأمور قليلا، انتقل إبراهيم إلى حي الأميرية المزدحم. من خلال المحيطين به في العمل والمسكن، بدأ في جمع المعلومات وتصنيفها، وكانت زوجته تساعده بتهيئة الجو الآمن لكتابة رسائله بالحبر السري. كثيرا ما كانت تعيد صياغة بعض الجمل بأسلوب أفضل، وتكتب أيضا تحياتها إلى الموساد على أنها شريكة في العمل. اعتاد إبراهيم أن يختم رسائله بعبارة: تحيا إسرائيل العظمى موسى. ولأجل التغطية اتجه إلى تجارة الملابس والأدوات الكهربائية، وصلة المال والهدايا كان يتغيب كثيرا عن العمل غالبية أيام الأسبوع. ولشهور عديدة تواصلت الرسائل لروما مزدحمة بالأخبار، مما حدا برجال الموساد لدعوته لروما لاستثمار هذا الثنائي الرائع في مهام أكثر أهمية. في أغسطس 68 وتحت ستار التجارة الأكثر، أبحر الثعبان والحية إلى لبنان، منها طار إلى روما حيث التقي بمندوب الموساد الذي سلمهما وثيقتي سفر إسرائيليتين باسم موسى ودينا، وعلى طائرة شركة العالي الإسرائيلية طار إلى مطار اللد. كان استقبالهما في إسرائيل بالغ الحفاوة والترحيب، إذ عومل معاملة كبار الزوار، أنزل بفيلا خيالية في تل أبيب مكث بها 8 أيام. حصل خلالها على دورة تدريبية مكثفة في تحديد أنواع الطائرات والأسلحة والتصوير الفوتوغرافي وجمع المعلومات. منح إبراهيم رتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي باسم موسى، أما انشراح فقد منحت رتبة ملازم أول باسم دينا. في مقابلة مع أحد القيادات العليا في الموساد، أكدت انشراح على ضرورة زيادة المكافآت الاشتراكية في العمل يدا بيد مع إبراهيم. وصفت له صعوبة جمع المعلومات ما لم يشترك معا في جمعها وتصنيفها، وأفادت في سرد العديد من الحيل التي تقوم بها لانتزاع المعلومات من العسكريين الذين صادقهم زوجها ويجيئون لمنزلهم، ومن ذلك أنها تعلن بمرارة مدى كراهيتها للإسرائيليين وتنتظر يوم الانتقام منهم، ولأنهم يتحدثون مع امرأة جميلة سرعان ما تنفك عقدة ألسنتهم وتخرج الأسرار منهم بسهولة، خاصة والخمرة تدغدغ الأعصاب وتذهب بالعقل. ونظرا لأهمية المعلومات التي حصلوا عليها من خلال الجاسوس وزوجته، فقد قرروا لهما مكافأة سخية وأغدقوا عليهما بآلاف الدولارات التي عاد بها إلى القاهرة، حيث استغل وجودهما واستحي شعبي فقير في عمل الصداقات مع ذوي المراكز الحساسة من سكان الحي، وإرسال كل ما يصل إليهما من معلومات للموساد. برع خلال حرب الاستنزاف 67 ل 70 في التحليل والتصنيف وتصوير المنشآت العسكرية
أثناء رحلات الأسرة بالسيارة الجديدة فيات 124. يقول الابن الأصغر عادل في حديث نشرته معاريف الإسرائيلية عام 97: لن أنسى ذلك اليوم الملعون من صيف 69 طيلة حياتي. قد استيقظت مبكرا على صوت همسات تنبعث من حجرة نوم والدي. كان أبي وأمي مستغرقين في نقاش غريب. كانت أمي تمسك في يدها حقيبة جلدية بينما كان أبي يحاول إدخال كاميرا لداخلها، لم أرى مثلها من قبل في ذلك الحين. كانت أمي غاية في العصبية وقالت له: لا ليس كذلك، هكذا سيرون الكاميرا. فأخرج أبي الكاميرا وأدخلها مرات ومرات إلى الحقيبة. فجلست أنظر إليهما وهما يتناقشان، ثم قال لي أبي: نحن ذاهبون إلى رحلة إلى الإسكندرية. وخلافا لنا نحن الأولاد الذين سعدنا جدا بالقيام بهذه الرحلة، كان الوالد والوالدة غاية في القلق، ولم أرهما متوترين إلى هذا الحد من قبل. أخذ أبي يتصبب عرقا كلما ابتعدنا عن القاهرة، إلى أن بلل قميصه تماما كلما ابتعدنا أكثر فأكثر من القاهرة، وكان يتبادل الكلمات مع أمي بصعوبة. وصمتنا نحن أيضا لشعورنا أن هذه الرحلة ليست ككل رحلة. في تلك الفترة كانت هناك قواعد عسكرية ومصانع حربية كثيرة متناثرة حول الطرق الرئيسية في مصر. لم تخفي السلطات شيئا، ربما كنوع من استعراض القوة. عندما بدأنا في الاقتراب من إحدى القواعد العسكرية، أخرجت أمي الكاميرا وأمرها أبي قائلا: صوري، يلا صوري صوري. فقالت له: أصابعها ترتعش، سنذهب إلى الجحيم بسببك. وحركت أمي الجاكيت المعلق على النافذة وبدأت في التصوير، وامتلأت السيارة الصغيرة بصراخاتها الممزوجة بالخوف. فأجابها أبي بنفس اللهجة: هذه نهايتنا. واستمرت أمي في احتجاجها قائلة: سنذهب إلى السجن. وفي النهاية نظر أبي إليها بعيون متوسلة عدة صور أخرى، فقط عدة صور أخرى. وحاول محمد أن يسأل ما الذي يحدث، لكن الرد الذي تلقاه كان: اسكت. فلم نسأل أي أسئلة أخرى بعد ذلك. عدنا للبيت سعداء في ذلك اليوم، وعلى الفور أغلق أبي حجرته على نفسه. وبعد فترة طويلة خرج وعانق أمي وقال لها: يا حبيبتي، لقد قمت بالتقاط صور رائعة للغاية. وبكت أمي وقالت له: إلى هنا يجب أن نشرح الأمر للأولاد. كنا ما زلنا في صدمة وغير مدركين لهذه الجلبة التي تحدث. تحولت الرحلات الأسرية في أنحاء مصر إلى روتين. كنا نخرج في نهاية كل أسبوع، كنا نسافر للأقصر وأسوان. ليس هناك مكان لم نذهب إليه. أحيانا كان أبي يحصل على أجازة في وسط الأسبوع، كنا نسافر لعدة أيام. وقد صورت قواعد ومنشآت عسكرية في مصر. كان أبي يسجل عدد الكيلومترات في الطريق، وبذلك يحدد موقع المصانع والقواعد العسكرية، وكنا نحن الأولاد أفضل تغطية. تعددت زيارات إبراهيم وانشراح لروما، بعضها كان باستدعاء من الموساد، والبعض الآخر كانت لاستثمار عشرات الآلاف من الدولارات التي حصلوا عليها من جراء عملهما في التجسس. وفي إحدى هذه الزيارات قرر إشراك ولديهما لزيادة الدخل بتوسيع حجم النشاط، ولم يكن من الصعب عليهما تنفيذ ما اتفق عليه. يقول الابن عادل في حديثه المنشور بجريدة معاريف: عاد أبي وأمي ذات مساء من روما يحملان لنا الملابس العنيقة والهدايا، وأحسست من خلال نظراتهما لبعضهما أن هناك أمرا ما يجري. الترتيب لو عرفت الحقيقة المرة. عندما جلسني أبي قبلتي أنا وأخويا وقال فيه حسم: مررنا كثيرا بظروف سيئة، لم نكن نملك أثنائها ثمن رغيف الخبز أو حفنة من الملح، والآن نعيش جميعا في رغد من العيش. ويسكن حوالينا أولاد في عمركم يحيون جوعا كالعبيد، أما أنتم فتنعمون بكل شيء كالملوك، ولن تسألوني يوما من أين جئت بكل ذلك. إن عملي في الحكومة وتجارتي أنا وأمكم وأشقائي وشقائي طوال تلك السنوات لم يكن هو سبب النعيم الذي نحن جميعا الآن فيه. والحقيقة أن هناك أناسا يحبوننا للغاية، هم هؤلاء الذين يرسلون لنا الهدايا والمال. بفضلهم لدينا طعام طيب وملابس جميلة، إنهم الإسرائيليون، وهم الذين أنقذوا حياتنا من الجوع والضياع، وأمنوا لنا مستقبلا مضمونا يحسدنا عليه كل من نعرفهم.
حدث ذلك في الصيف 71، وكنت وقتها في 13 من عمري، وكان أخي نبيل يكبرني بعامين تقريبا، وأخي محمد بعام واحد. وكطفل لم أعر الأمر أهمية خاصة. الحقيقة أن أبي كان يعمل مع الإسرائيليين، ومثل كل الأولاد كنت قد كبرت وتربيت على كراهية اليهود. لكن في البيت تلقيت تربية أخرى، فقد عرفت أن الإسرائيليون هم المسؤولون عن الطعام الذي أكله، وعن الملابس الجديدة التي أرتديها، وعن الهدايا التي لا أتلقاها. لذلك سعدت لأنني كنت محظوظا. كلما كبرت بدأت أدرك معنى عمل أبي، وبدأ الخوف ينخر أكثر وأكثر في عظامي. قد كانت كماشة من الموت تطبق علينا، وكفتى بالغ أدركت أنهم لو ضبطونا سيتم شنقنا. من ناحية أخرى كان الخوف من حياة الفقر يصيبني بالشلل. هكذا انخرطت الأسرة كلها في التجسس، وأصرت انشراح الانتقال من الحي الشعبي الفقير إلى آخر رقيا وثراء. وعندما عرض زوجها قالت له دعنا نستمتع بالحياة في رمهم ضبطونا. وفي النهاية انتقلوا إلى فيلا فاخرة بمدينة نصر، ونقل نبيل ومحمد وعادل مدارسهم للحي الراقي الجديد. احتفظ إبراهيم بعلاقاته القديمة وقام أخرى جديدة، وامتلأ البيت مرة أخرى بالأصدقاء من رجال الجيش والطيارين، وتحول أولاده إلى جواسيس صغار يتنافسون على جلب المعلومات من زملائهم أبناء الضباط في المدرسة والشارع. ومن غابة الحراسة ريثما ينتهي أباهم من تحميد الأفلام. ذات مساء بينما هم جميعا أمام التلفزيون، عرض فجأة فيلم تسجيلي عن أحد الجواسيس الذي انتهى الأمر بإعدامه شنقر. وطوال وقت عرض الفيلم انتابتهم حالة صمت تدق بالرعب والفزع، واستمروا على تلك الحالة أسابيع طويلة، امتنعوا خلالها عن كتابة التقارير أو الرسائل، حتى تضخم لديهم الخوف وأصيبوا بالصداع المستمر. ومرض إبراهيم فاضطرت انشراح للسفر وحدها إلى روما تحمل العديد من الأفلام، خبأتها داخل مشغولات خشبية. كانت الرحلة إلى روما منفذا ضروريا للخروج من أزمتها النفسية السيئة في الوقت نفسه، لتطلب من رجال المساعدة السماح لهم بالتوقف عن العمل. فلما التقت بأبو يعقوب ضابط الموساد الداهية، قصت عليه معاناتهم جميعا ومدى الخوف الذي يسيطر على أعصابهم. طمأنها الضابط ووعدها بعرض الأمر على الرئاسة في تل أبيب، وصحبها إلى نادي ليل، فرقصت وشربت لتنسي همومها، وعادت معه آخر الليل سملة لا تعي ما حولها. في الصباح وجدت نفسها عارية بين أحضانه فبكت، ومع أحضانه تكرر المشهد وهي بكامل وعيها، فذاقت للجنس طعما جديدا لا تعرفه ولم تتذوقه مع زوجها الذي انشغل عنها ولم يعد يهتم بها. بعدها عادت إلى القاهرة تحمل آلاف الدولارات، وكانت قبلما يفترق في روما طلبت منه أن يرسل في طلبها بمفردها في المرات القادمة. هكذا لقد نسيت انشراح رغبتها في اعتزال الجاسوسية، واستمرت مذاقات اللذة الجانحة مع ضابط الموساد الذي لم يبخل عليها بفحولته الزائدة. وبالرغم من أن ما حدث يخالف وظيفة ضابط المخابرات ومهامه، إلا أنه ما لجأ إلى ذلك سوى لرغبته في احتوائها وضمان ولائها لإسرائيل. وفي آخر سبتمبر 73 كانت انشراح بمفردها في رحلة أخرى لروما، فاستقبلها أبو يعقوب المسؤول عن توجيهها واستلام التقارير والأفلام منها. ولذلك فقد كان عليه أن يسارع بمغادرة بئر السبع إلى اللد ثم روما في كل مرة تطير فيها انشراح خارج القاهرة. وفي ذات الوقت كان الضابط الإسرائيلي مكلف بألا يتعدى أي حدود مع الجاسوسة المصرية طالما رغبت هي في ذلك. حتى فاجأها أبو يعقوب بنبأ هجوم الجيش المصري والسوري على إسرائيل، وأن احتمال القضاء على دولة اليهود أصبح وشيكا. كان يقول لها ذلك وهو يبكي ويرتعد جسده انفعالا، فأخذت تواسيه وتبكي لأجله ولأجل إسرائيل الدولة الصغيرة التي يسعى العرب لتدميرها. وفي إبريل سنة 74 اقترحت انشراح على أسرتها السفر لتركيا للسياحة، وبينما هم في أنقرة اتصل بهم أبو يعقوب وطلب من إبراهيم أن يسافر ليأتينا لمقابلته، ومن هناك سافر إلى إسرائيل. وفي مبنى المخابرات الإسرائيلية سألوه كيف لم تتبين الاستعداد للحرب في مصر، فأجابهم لم يكن هناك إنسان قط يستطيع أن يتبين
أي استعدادات، فبعض معارفي وأقاربي من ضباط القوات المسلحة تقدموا بطلبات لزيارة الكعبة للعمرة. وأضاف إبراهيم في حالة ما إذا كنت قد علمت بنية الحرب فكيف أتصل بكم؟ فالخطابات تأخذ وقتا طويلا وهي وسيلة الاتصال الوحيدة المتاحة. بعد اجتماع مطول قرر قادة الموساد تسليم إبراهيم أحدث جهاز إرسال لاسلكي في العالم يتعدى ثمنه 100,000 دولار. كانت لديهم مخاوف تجاه الفريق الشاذ الذي يريد تصعيد الحرب والوصول لأبعد مدى في سيناء مهما كانت النتائج، عكس السادات الذي كان يريدها حربا محدودة. درب إبراهيم لمدة 3 أيام على كيفية استخدام الجهاز، وعندما تخوف من حمله معه للقاهرة عرضوا عليه أن يذهب إلى الكيلو 108 طريق القاهرة السويس الصحراوي، وهناك سيجد فنطاس مياه كبيرة مسكوب وغير صالح للاستخدام، وخلفه جدار أسمنتي مهدم عليه أن يحفر في منتصفه لمسافة نصف المتر ليجد الجهاز مدفونا. وأخبره ضابط الموساد الكبير أن راتبه قد تضاعف وأن له مكافأة 1,000,000 دولار إذا ما أرسل إلى الإسرائيليين عن يقين بميعاد حرب قادمة. عاد إبراهيم إلى أثينا ثم أنقرة حيث تنتظره الأسرة، فقضوا أوقاتا جميلة يستمتعون بالمال الحرام وبثمن خيانتهم. وعندما رجعوا للقاهرة استقلوا السيارة للكيلو 108 وغادرت انشراح السيارة وبيدها معول صغير، وظلت تحفر لأن أخرجت الجهاز، فنادت على ابنها عادل الذي عاونها وحملها للسيارة ملفوفا في عدة أكياس بلاستيكية. عندما ذهبوا بالجهاز للمنزل أراد إبراهيم تجربته بإرسال أول برقية، فلم يتمكن من إكمال رسالته بعدما تبين له أن مفتاح التشغيل أصيب بعطل ربما نتيجة الحفر بالمعول. حزن الجميع، لكن انشراح عرضت السفر لإسرائيل لإحضار مفتاح جديد. سافرت بالفعل يوم 26 يوليو 74، ففوجئ بها أبو يعقوب ودهش لجرأتها وأراد الاحتفاء بها، فقام حفلا صاخبا ماجنا على شرفها انتهى بليلة حمراء ومنحها مكافأة لها 2,500 دولار مع زيادة الراتب للمرة الثالثة ل1,500 دولار شهريا. كان مرتب الموظف الجامعي حين ذاك حوالي 17 جنيه. أثناء وجود انشراح في إسرائيل كانت هناك مفاجأة خطيرة تنتظرها في القاهرة، فعندما كان إبراهيم يحاول إرسال أولى برقياته إلى إسرائيل بواسطة الجهاز، استطاعت المخابرات المصرية التقاط ذبذبات الجهاز بواسطة اختراع سوفيتي متطور جدا اسمه صائد الموجات. وقامت القوات بتمشيط المنطقة بالكامل بحثا عن هذا الجاسوس، ومع محاولة تجربة الجهاز للمرة الثانية أمكن الوصول لإبراهيم بسهولة. في فجر 5 أغسطس 74 كانت قوة من جهاز المخابرات المصرية تقف على رأس إبراهيم النائم في سريره واستيقظ مذعورا وفي الحال دون أن توجه إليه كلمة واحدة فيها على أنا غلطان، أنا ندمان، الجوع كان السبب، النكسة كانت السبب، اليهود جوعوني واشتروني بالدقيق والشاي. ولما فتشوا البيت عثروا على جهاز اللاسلكي ونوتة الشفرة، والتزم إبراهيم الصمت وكان بدنه كله يرتجف. سحبوه في هدوء للتحقيق معه في مبنى المخابرات العامة، بينما بقيت قوة من رجال المخابرات في المنزل مع أولاده الثلاثة تنتظر وصول انشراح. على طائرة الإيطاليا رحلة 791 في 24 أغسطس 74 وصلت انشراح لمطار القاهرة الدولي قادمة من روما بعد شهر كامل بعيد عن مصر. تدفع أمامية عربة تزدحم بحقائب الملابس والهدايا ونظرت حولها تبحث عن زوجها فلم تجده. استقال التاكسي للمنزل وهي في قمة الغيظ، وعندما همت بفتح الباب اكشعر جسدها فجأة، فدفعت بالباب لا تكترث، لكنها وقفت بلا حراك وبالت على نفسها عندما تقدم أحدهم وأمسك بحقيبة يدها وأخرج منها مفتاحين للجهاز اللاسلكي بدلا من مفتاح واحد، وكانت بالحقيبة عدة آلاف من الدولارات. دسها الضابط كما كانت وتناول القائد الحديدي من زميله وانخرطت الكلمات على لسانها، فكانت تتمتم وتهزي بكلمات غير مفهومة. وقادوها مع ولديها لمبنى المخابرات وجرى التحقيق مع الأسرة كلها. ولما كانت المخابرات الإسرائيلية لا تعلم بأمر القبض على أسرة الجواسيس وتنتظر في ذات الوقت الرسالة التي سيبعث بها إبراهيم،
ليطمئنوا على كفاءة عمل الجهاز، فوجئت الموساد بالرسالة لم تكن بالطبع من إبراهيم، بل أرسلتها المخابرات المصرية. أوقفوا رسائلكم مساء كل أحد، لقد سقط جاسوسكم وزوجته وأولاده، وقد وصلتنا آخر رسائلكم بالجهاز في الساعة 7 مساء الأربعاء الماضي. في 25 نوفمبر 74 صدر الحكم بإعدام انشراح وزوجها شنقا والسجن 5 سنوات للابن نبيل وتحويل محمد وعادل لمحكمة الأحداث. في 16 يناير 77 سيق إبراهيم لسجن الاستئناف بالقاهرة لتنفيذ الحكم، كان لا يقوى على المشي. ثم ردت الشهادتين وراء واعظ السجن، عندئذ عرضوا عليه آخر طلب له قبل إعدامه، فطلب سيجارة، وبعد أن انتهى من تدخينها جروه جرا إلى داخل غرفة الإعدام، فقام عشماوي بتقييد يديه خلف ظهره، ثم ألبسه الكيس الأسود ووضع الحبل في رقبته وشد ذراعا، فانفتحت طاقة جهنم تحت قدميه. أما انشراح فقد ترددت الأنباء في حينها عن شنقيها هي الأخرى، لكن في 26 نوفمبر 89 نشرت صحيفة حدثت الإسرائيلية قصة تجسس إبراهيم على صفحتها الأولى، وذكرت الصحيفة أن ضغوطا مورست على الرئيس السادات لتأجيل إعدام انشراح بأمر شخص منه، ثم أصدر بعد ذلك عفوا رئاسيا عنها. وتمكنت انشراح في صفقة لم تعلن عن تفاصيلها من دخول إسرائيل مع أولادها الثلاثة، حيث حصلوا جميعا على الجنسية الإسرائيلية. وتقول الصحيفة أن دينا ابن دافيد تعمل حاليا كعاملة في دورة مياه للسيدات في مدينة حيفا لانشراح، وفي أوقات الفراغ تحلم بالعودة للعمل كجاسوسة لإسرائيل في مصر، بينما يعمل ابنها كحارس ليلي بأحد المصانع. أما الابن الأكبر فلم يحتمل الحياة في إسرائيل وهاجر وزوجته لكندا، حيث يعمل هو وزوجته بمحل الغسل وتنظيف الملابس. ودي انشراح. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا. قناة أخبار النجوم.